مهما قلنا عن حرب أكتوبر، زي ما بنعمل فقرة كل سنة أو حلقة كل سنة بنوثق فيها وبنتكلم عن الحرب، بنكتشف إن في مفاجآت وفي أحداث ما كناش نعرف عنها حاجة، وفي بعض الزوايا في القتال برضو كانت بعيدة عننا. خلاص 51 سنة عدوا، هل مش من المفترض إن يكون عندنا مزيد من الأعمال اللي بتقول لنا بقى أسرار من ملفات حرب أكتوبر اللي احنا ما نعرفهاش لغاية دلوقتي وبنفاجأ بيها كل سنة؟ هي دي حقيقة، وعايز أقول حاجة كمان، يعني مش شرط من الأسرار، يعني الدراسات اللي مكتوبة عن حرب أكتوبر واللي كتبها القادة العسكريين اللي كانوا معاصرين زي رئيس أركان الجيش المصري السابق، وكان واحد من الأعمدة الرئيسية وقت حرب الاستنزاف، محمد فوزي حاخو، ده كان كاتب مذكراته، المشير الجمسي كان كاتب مذكراته، فطول الوقت فيه يعني حتى أحداث معلنة ومعروفة ومعارك معلنة ومعروفة ممكن تكون مادة نقدر نقول ان هي ثريه جدا، نقدر نطلع بيها اعمال ونطلع بيها مسلسلات. بس الفكره ان النوع ده من الاعمال الفنيه بيبقى صعب جدا من الناحيه الانتاجيه ومن ناحيه الكتابه بدون وجود المؤسسه العسكريه المصريه، قوات مسلحه، لازم تكون موجوده في الانتاج بشكل ما، علشان في تفاصيل صغيره حتى يعني بتكون صعبه على المدنيين ان هم يستوعبوها او يتخيلوها، في تفاصيل صغيره، جوانب من شخصيات المقاتلين نفسها بالزبط. ما بتبقاش معروفه، ده بعيدا عن جوانب المقاتلين، يعني في حاجات في الاسلحه، في شكل اللبس، في الرتب، في تفاصيل صغيره جدا ممكن تدمر العمل بشكل كامل. عارف يا استاذ رامي، الواحد بيزعل لما بيشوف انه بره في هوليوود لازالوا بيعملوا افلام توثق الحرب العالميه الاولى والثانيه ومهتمين بالموضوع ده. احنا عندنا برضو جاب كبيرة، الشباب الصغير والأجيال الصغيرة منفصلين تماما عن ده أو مش حاسينه زي ما احنا حاسينه. هي دي حقيقة، بس حقيقة هنا بتقارني بين نوعين من السينما أو نوعين من الصناعة عفوا، ليهم مقاومات مختلفة. يعني احنا بصينا مثلا على 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 السينما في امريكا عموما، مش هوليوود بس، يعني في الغرب، لا في الشرق، وفي سينما مستقله، في تنوع كبير جدا في صناعه السينما الامريكيه، كلهم بينتجوا افلام، فمجموع الافلام اللي بتطلع ممكن يتخطى ال 500 و600 فيلم في السنه. احنا هنا يعني اقصى رقم ممكن نوصل له ممكن يكون 45 فيلم. فهي في عندنا ازمه في الصناعه عموما بشكل عام.